احتفلت ظهيرة أمس مؤسسة كومبيبي بعيد الأم في أجواء من البهجة والفرحة، شاركت بها العديد من الأمهات والعائلات بقصر المؤتمرات محمد بن أحمد في وهران. الاحتفال المنظم بشعار أنت أم رائعة أقيمت خلاله العديد من الورشات الترفيهية التجميلية والطبية لفائدة الحاضرين من الأمهات وأطفالهن، مع الإعلان عن مسابقة خاصة بالمشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بحضور أو بالحضور في مبادرة من مؤسسة كومبيبي، والهدف منها تكريم الأم وشكرها على كفاحها وحبها اللامشروط لأبنائها. تغطية لي كريمة صباك. رانا اليوم في وهران باش نحتفلوا بعيد الأمهات. حاجة واحدة، الأم هي كل شيء في الدنيا هذه، هي تكافح من يكون الطفل صغير، هي تكافح ومازالها تكافح، وهي تحوس على وليدها كل يوم. وحنا الجزائريين عندنا مشكل ما نقولوش لأمنا نحبوك، وهذا ليفينمون يخلي الناس تقول لأمهاتهم يما نحبك. قررت كومبيبي اللي ديما ملفتنا تسمع وتهتم بالأم، قررت أن تعمل جست بسيط جدا، نعتبره بسيط جدا مقارنة بالتضحيات اللي تعملها لماما، بإقامة حفل بسيط فيه العديد من الورشات، وأيضا فيها ركن خاص بنصائح طبية اللي راح يشرفوا عليها أطبائنا البارتنير دكتور زرنا ودكتور عيشاوي، باش يقدموا نصائح لماما ويجاوبوا على أسئلتهم تاني. قررنا انه نحتفل بامهاتنا الجزائريات هذا العام ان شاء الله في ولايه وهران من خلال حفل بسيط لتكريمهم ونفرحوا بهم، وسورتو بور لور دير ميرسي باش على كل المجهودات اللي يديروها كل يوم.